فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة لأفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان، وما هو فضل الدعاء وهل له مواطن؟ الدعاء لا شك أنه أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، قال: يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. ولا غنى للعبد عن دعاء ربه، لأنه دائما بحاجة إلى الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. فالدعاء لا شك أن العبد بحاجة إليه أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. والدعاء له آداب وله أوقات وله أحوال يكون فيها أفضل منه في غيرها، ويكون أرجى للإجابة. أولا الإخلاص، كما قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. فيخلص في الدعاء ويدعو بقلب حاضر ويوقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. وكذلك يعزم الدعاء، ولهذا جاء النهي عن قول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة وليعظم الرغبة بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وكذلك تكرار الدعاء والإلحاح، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى من العبد، أن يلح وأن يكرر الدعاء، فإن هذا أرجى للإجابة. كذلك وأعظم شيء في قبول الدعاء أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا ويتجنب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وكذلك يتحرى الأوقات والأحوال التي تكون أرجى لقبول الدعاء، مثل الدعاء في السجود. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وكذلك يدعو في آخر الليل في الأسحار: يستغفر الله، لأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا في كل ليلة منه سبحانه وتعالى مع عباده، يفتح لهم باب الدعاء ويعدهم بالإجابة. فالدعاء في آخر الليل، الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة، يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو إلا استجيب له. فيتحرى المسلم هذه الأوقات، الدعاء في عرفات يوم الوقوف، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والنصوص في الدعاء وآدابه كثيرة، وألفت فيه كتب مستقلة، والله أعلم. جزاكم الله خير.